افتتاح واجهة الخور المائية بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني 52. طبعا واجهة الخور المائية هي من الوجهات التي تم افتتاحها مؤخرا والتي ستسهم في تعزيز السياحة الترفيهية والبيئية. رؤية إمارة أم القوين من خلال اقتصاد الأزرق المستدام باستغلال المساحات والوجهات المائية. طبعا الواجهة المرحلة الأولى تحتوي على شاطئ مفتوح ومنطقة لممارسة الرياضات المختلفة ورياضة التجديف، بالإضافة إلى مرافق خدمية للزوار. إن شاء الله في الأشهر القليلة القادمة سيتم افتتاح المرحلة الثانية من واجهة الخور المائية، ويعد المشروع بمساحة 2 كيلومتر. المرحلة الثانية ستضم مرسى لليخوت، بالإضافة إلى مسرح خارجي. تسعى حكومة أم القوين متمثلة بدائرة السياحة والآثار من تفعيل هذا المعلم السياحي، وليكون وجهة جاذبة للسياحة الداخلية والعالمية إن شاء الله. وتقع واجهة الخور المائية في قلب إمارة أم القوين. طبعا هذه المنطقة مزيج بين الحاضر والماضي. تحتوي المنطقة على مباني تاريخية، فسيشكل المشروع وجهة تربط بين الماضي والحاضر.